تطلق الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عضو الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الفترة من 25 مارس الجاري إلى 25 يونيو المقبل حملة دولية لمناصرة جهود الحكومات والمنظمات الدولية والوطنية في مكافحة فيروس كورونا بمشاركة أكيد شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى. يسعدنا أن تنضم معنا عبر الهاتف سفيرة مناصرة الجهود الدولية في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد سمو الأميرة هند آل سعود. حياك الله سمو الأميرة. يا هلا وسهلا. هلا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أول شيء نبارك لك كونك سفيرة لمناصرة الجهود الدولية لمكافحة أكيد وباء فيروس كورونا، وأباك تكلمين شوي أكثر عن اختيارك سفيرة. أولا الله يبارك فيكم، وهذه فرصة سعيدة أني أشارككم بهذا البرنامج، وأسأل الله الصحة والسلامة لبلادنا ولبلاد العالم أجمعين. آمين. تسأليني عن اختياري. صحيح. هو الاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية اللي هي عضو اتفاق عالمي للأمم المتحدة. نعم. قاموا بحملة لمناصرة الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا بمشاركة عربية. نعم. وتم من خلالها اختيار شخصيات من دول عربية وطالبوني بأني أكون معهم في الحملة هذه. جميل. والحمد لله وافقت. طبعا هدفهم فيها أن نوجه رسائل مؤثرة ومفيدة للأفراد والمجتمع عبر وسائل التواصل والإعلام لمواجهة هذا الفيروس. جميل. طيب أميرة هند، يعني إيش هو شعوركم؟ إيش الهدف من هذا البرنامج تحديدا؟ خلينا نتكلم عن أهمية أن يكون في مجهودات زي كذا ومبادرات زي كذا. إيش راح تقدموه من خلال هذا المجهود اللي أنتم قاعدين تسووا فيه؟ شوفي، الشبكة أطلقت نداء اللي هو مناصرة جهود الدولة. نعم. يقوم الشخص أي شخص من الدول العربية والوطن العربي بالتسجيل بالرابط ويطلب منه عملية رصد جهود. مدة هذا الرصد 20 ساعة يقوم بتسجيلها في هذا الرابط. بعدها يعطى نفس المسجل بطاقة اللي هي تعرف عنه، اللي هو ممثل مقيم لبرنامج تحالف الاستجابة الدولي للالتزام المجتمعي. نعم. مدة هذه الحملة شهرين، هي بدأت وتنتهي في 25 جون يونيو. نعم. في نهاية هذه المناصرة أو الحملة هذه بيصير فيه إصدار كتاب عن أبرز الجهود اللي قامت فيها الدول على ونفذت في العالم العربي. في العالم. نعم. كله، مش للعالم العربي، في العالم أجمع. جميل جميل. طيب شاركتي ميدانيا في مبادرة توزيع الأدوية طبعا للمرضى ضمن حملة نعين ونعاون، أباك تكلمينا شوي عنها، وأباك كمان تكلمينا عن الفعاليات اللي تتضمنها الحملة أكيد. صراحة هذه ما كنت، صراحة أنا كنت بطلعها للعالم أو أني أبينها، لأنها جهود الحمد لله تطوعية. نعم. ونبغى نخدم فيها المجتمع. هذه تحفيز سمو الأميرة، من جد هذه تحفيز. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. أنا أقول لك، بعد رفع الشعار اللي هو كلنا مسؤول لأصدره خادم الحرمين الشريفين. قامت حملة نعين ونعاون بمشاركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وأمارة منطقة الرياض. جميل. صدر منها عدة مبادرات، من ضمنها مبادرة توصيل الأدوية للمرضى المحتاجين طبعا، اللي هم جنودنا البواسل والمصابين. أوكي. وأسرهم كذلك. نعم. طبعا بالمشاركة مع مدينة الأمير سلطان الطبية. الحمد لله وصلنا أمس أنا والفريق التطوعي تقريبا 200 وصفة، واليوم زاد عدد الوصفات إلى 400 وصلناها للمرضى، وإن شاء الله العدد بتزايد إن شاء الله يا رب. في هذا المكان صراحة أحب أشكر القائمين على هذه المبادرة اللي هم وقف شباب خير أمة. جميل. وأشكر كمان المتطوعين كافة والقطاع الصحي كمان. أكيد. جميل. يعني سمو الأميرة هند، أنا بصراحة سعيدة جدا بشكرك لهم، لأنه من لم يشكر الناس لن يشكر الله. هذا يعني هذا جهد كامل لمجموعة كاملة، يعني مو جهد فرد واحد فقط. لكن أنا حابة أسألك عن، لأنه كنا بنتكلم شوية مع بعض تحت الهواء وسمعتك بتتكلم عن حملات ومبادرات إن شاء الله مستقبلية، كلميها بشكل عام عن أهم الحملات والمبادرات اللي أيضا بتقوم تحت إشرافكم. إن شاء الله إحنا بصدد
بتوزيع مواد غذائية للأسر المحتاجة. جميل. وأحب أنا من هذا المكان أقول أوجه نداء للمتطوعين اللي عندهم مجال في البرمجة، نقول لهم هذا وقت التطوع الافتراضي. نعم. نحتاج منصة لتحديد احتياج الناس. نعم. جميل. بالذات في هذه الفترة، اللي بحيث أن الأسر المتعففة تقدر تسجل فيه ونقدر نوصل لها إحنا المتطوعين احتياجاتها. مرة جميل. مرة جميلة الفكرة سمو الأميرة هند، يعني حلو أنه من غير ما يعني يكلمون أو يتعبون أو شيء في أبليكيشن ممكن يدخلون يعبون كل بياناتهم. مرة جميلة الفكرة وإن شاء الله رح نشوفها على أرض الواقع بإذن الله. طيب أبغى أعرف إيش رسالتك للمجتمع، إيش الشيء اللي أنت تحب تقدمينه؟ أنا أحب أقدم كل شيء للمجتمع صراحة، وأنا هذه من أهدافي. نعم. صراحة خدمة المجتمع. وأوجه نداء للكل، الرجاء البقاء في المنزل وعدم خروج إلا للضرورة، وبخصوص اللي عندهم مقدرة أو استطاعة للخروج طبعا بالأخذ بالاعتبار اللي هي الوقاية، إنهم يسجلون في المنصات التطوع المطروحة اللي تابعة لوزارة العمل ووزارة الموارد البشرية. وكمان في هذا المكان وفي هذا المنبر أشكر الشبكة الإقليمية على هذه المبادرة النوعية، والشكر موصول للمتطوعين في التحالف من جميع بقاع الوطن العربي. نعم. وأشكر قناتكم الجميلة. الله يسعدك. كمان أنا رح أسألك آخر سؤال لو تسمحي لي. يعني جدا مهم دور الأسرة أكيد والأفراد في المجتمع في المملكة العربية السعودية، خلينا نخصص عشان نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر. إيش ممكن توجه لهم رسالة؟ إيش ممكن تقولي لهم؟ أقول لهم إحنا لازم نشوف هذه الجائحة من الجانب المشرق. إحنا لازم نشوفها، لازم يكون فيه الترابط الأسري والترابط الترابط الكامل. نعم. مو لازم إني أقوم بالزيارات كاملة، فيه وسائل التواصل موجودة عندنا، نتواصل ونبقى بتواصل دائم مهما بعدنا، بس قلوبنا تظل قريبة من بعض. أكيد. شكرا لك، شكرا على هذه المداخلة الرائعة أميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود، شكرا فعلا لك. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل وأكيد مكملين معكم.